يا جماعة الحقوني لو كعيسى الحقوني اقسم بالله مرة حبيت حبيت. انا متأكدة ان هذا احلى فلوق بتشوفونه اليوم. وين متحمسة واخيرا انزين احنا كنا قاعدين نخطط هذا الايفنت صار لنا شهور اشهر سنين مو بسنين اشهر انزين واخيرا اليوم اول يوم. ففي هذا الفلوج انتم بتشوفون الايفنت اللي سويناه المناسبة اللي سويناها عشان احنا طلعنا كولكشن الفلاش الجديد. طبعا بتشوفون اليوتيوبرز المفضلين اللي عندكم في الايفنت. ما ابي اطول عليكم في الانترو لان كلش ميتة ابي اراويكم المكان شلون طلع. بس اول شيء قبل لا نسوي اي شيء تحطون لايك. وين اللايك يا اخي؟ حطوا لايك كومنت سبسكرايب. قبل لا نروح الموقع نفسه لازم نروح سيفورا عشان اول شيء بروح اراويكم الجامع اللي برا سيفورا لانها جميله. وبعدين لازم ارجع البيت اتجهز واروح الايفنت وبس احتفل وارقص. يلا خلنا نبدي ويا الفلوج. هي جايز شوفوا ايش كثر جميل الويندو مالنا وايد حلو. لحظه براويكم مقاطع كلوز اب لانه وايد في ناس هني شوي مستحيه. بس anyways شوفوا ايش كثر جميل وحلو في سيفورا دبي مول. وهذا طبعا بيكون موجود لين جولاي 19 لين 19/7. اذا انتم ساكنين في دبي تعالوا بسرعه شوفوا قبل لا يشيلونا بليز بليز. من تدخلون سيفورا دبي مول بتشوفون البوب اب مالنا هني موجود كل الالوان موجوده تعالوا جربوهم انزين ما بتندمون. يجننون يا اخي والله والله يجننون. فكل فن انا جيت هني بس عشان اراويكم. الحين لازم نروح نتجهز حق الحفله حق الايفنت. وايد مستانسه زين. فهذا شكل المكان من برا للحين قاعدين يعدلونه زين بس اوريدي شكله يجنن. او ماي جاد وايد مستانسه. ما في احد بس ابي ادخل. شو اخبار؟ اوكي لحظه ما حد شافه للحين. انا اول وحده اشوفه. شوفوا في سلم وراي المفروض ما حد يدخل بس انا بدخل. الله او ماي جاد شكله عجيب. هاي جايز شو اخبار؟ انزين انا اول وحده هني قاعدين نشيك اذا كل شيء مضبوط انزين. طبعا هذه مو اللبسه. بعدين اللبسه بتكون يا جماعه الحقوني لك عيسى الحقوني. جايز هاي وضعنا الحين انزين. كان المفروض اتجهز في البيت بس ما كان في وقت قعدنا نراكب طول اليوم. anyways انا قاعده اسوي مكياجي هني. حصلت مكان جي بعيد عن الناس بسوي مكياجي بسرعه. معي فرح هني. هي فرح بنفيت تيم بيبي. تعرفون لين تكونوا مستعجلين انزين انا نسيت الفاونديشن برش. دائما استخدم فرش حق الفاونديشن فقاعده احط مع ايدي انزين. اظن كذي اوكي. anyways عندنا 10 دقائق حرفيا. عادي ترى trust the process في النهايه بتكون شكله نار صدقوني. سوينا كونتور الخشم الحين نثبت انزين. اللايتنج شوي تعفس بس الحين بستخدم كريستال و trust the process. الحين ما خلصنا فيه كريستالات وجلتر وهالسوالف بعد. تشوفون الفايب ما خلصنا. تفضل يا طال عمرك. ما ادري اذا يشبهون بعض بالضبط بالصراحه ما في. ما خلصنا ما خلصنا. هذا هو اللوك النهائي بس مو بنهائي لان للحين بحط لبسك انزين. بس ابي ابدل اراويكم لبستي وبعدين برجع. وهذا هو اللوك النهائي. طبعا ما يبين لان اللايتنج وايد وردي بس براويكم المكان ايش كثر يجنن. اوكي ما حد وصل لنا الحين فاقدر اراويكم المكان. اول شيء اهم شيء القفازات. شوفوا تدشون تشوفون هذا اول شيء. شوفوا الجمال انزين. هذا عباره عن شلي ذات بلاش. وي ميد ا شال كيوت. تجين هني وعندك فورتشن تيلر. انا وايد متحمسه اني اعرف شنو مستقبلي. ام سو اكسايتد.
to know my fortune. I'm so excited. Yes. So هني عندك حلاوة. طبعاً لازم الكل يأكل حلاوة. الدشين هني الدي جي بوث أحلى دي جي في العالم ولابسة وردي بعد. You understood the assignment. هني عندكم الأكل والمشروبات كل شيء موجود. وهني التاتش أب مير حاطين كل البلاشز مالينا. هاي جايز شخبار تقدرون تشوفون شوي الأوتفت أحسن كذي. إيش رأيكم؟ أنا صراحة وايد حبيت المكياج. لحظة أسوي لكم زوم. شايفين الفايب؟ شايفين الفايب؟ المهم نكمل ويا التور. اوكي عندك هني داندلاين. هاي بير ايش اخبار؟ انزين حطيت فلاش عشان تشوفون احسن. عندنا داندلاين هني، عندنا ساني، انزين ولا في مون، كلهم بوم بوم باترفلاي، انزين بيتشن، شلي، كريستا، جافا، واخر شيء تيرا. الضيوف بيون هني وبيجربونهم كلهم. وايد متحمسة. أهم شيء طبعاً الأكل. سوري. هاي برجرز بس ورديين. تعرفين بنفت لازم. زين وهني الأكل. أوه ماي جاد. تحبون لوتس؟ كتبوا في التعليقات. كل الحلويات. ميلك كيك أحلى شيء. ماكرونز ورديين لازم بعد. والكوفيز. تبين كوفي؟ أوه. شوف اللايتنج. هذه نورة. نورة معانا. مرحبا. هلا والله. هلا هلا بالغوالي. هلا. الجمال.